حبيبي كي دايرين صافي لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اموركم مزيانه هذا الفيديو هذا ما يمكنش حال طلبتوه مني وما يمكنش حال كتسولوني على اللون ديال شعري فاليوم جيت نجاوب كاع الاسئله ما تفوتوش الفيديو حيت اي لقطه راه مهمه يعني غادي نعطيكم بزاف ديال النصائح وراه ما كنتش باغا نحط لكم الفيديو حتى نتاكد من الوصفه ونجربها ونعطيكم النصائح باش ما ديروش بحال الاغلاط ديالي اللي درتهم انا حاجه البنات هذه ماشي صباغه هذه وصفه طبيعيه كديروها شعركم وفوق ما كديروها كتعطيكم نتيجه اول حاجه البنات اللي بغيت نوضحها البنات اللي شعرهم ناشف واللي شعرهم متقصف ما يديروش هذه الوصفه نهائيا ما تقربوهاش حيت شعركم غادي يتبهدل غادي يولي حالته والبنات اللي شعرهم عادي اولا دهني يديروا هذه الوصفه حيت انا شعري كان دهني ولا ناشف يعني ما بقاش كيتزيت والبنات اللي صابغين دار شعرهم بالكحل راه ما غتخرجش ليكم هذه الوصفه هذه دونك خاص شعركم يكون طبيعي شعركم يكون كحل طبيعي الا بغيتوا تخرج ليكم هذه الوصفه هذه والبنات حاجه اخرى الوصفه هذه راه ما كتخرجش من الدقه الاولى يعني اللون اللي في شعري انا راه حتى درت وعاودت ودرت وعاودت عاد خرج لي هذا اللون هذا دونك في الاول غادي يخرج لكم واحد البني غامق مرة ثانية غادي يخرج لكم تقريبا بحال اللون ديالي وحاجة اخرى البنات ما تنساوش فاش تصبغوا شعركم تصبغوا حتى حجبانكم واحد شوية تخليو في الصباغة في حجبانكم واحد 5 دقائق بحال هكاك وتحيدوها وصافي البنات هادشي اللي كاين وهادشي اللي كنت باغا نوضح اللون راه حود لي يعني ما بقاليش بزاف ولكن او ميم طون باقي واحد اللون خفيف وبيضوي شعري راه مسخرف وتيتوسخ يعني الا بغيتو ديروا هاد الوصفه هادي شعركم خصو يكون واحد شويه مسخين ما تكونوش يلا غسلتوه وحاجه اخرى البنات هادي ماشي صباغه هادي وصفه طبيعيه وفيها واحد الحاجه اللي ماشي طبيعيه ماشي صباغه ديال الشعر هادي وصفه وكزيدوا عليها ديكاباج ما دابا غادي نوريكم شنو غادي تحتاجوا بسم الله انا هنا ما بغيتش ندير قدامكم هذا الشيء حيت غادي نرون البيش ديالي غادي نقول لكم اختي جيبي ورقه وستيلو وكتبي هادشي اللي غادي نقول لك الحاجه تحتاجوا شي غرفيه ولا زلافه غادي ديروا فيها بيضه واذا كان شعركم طويل بزاف غادي ديروا جوج بيضات درت نص كاس ديال زيت زيتون جوج معالق ديال النسكافي سريعه الذوبان معلقه صغيره ديال الخرقوم اولا الكركم ودابا غادي نزيد الزيوت اللي كيعجبوني تقدروا ديروا زيت الكوكو زيت لافوكا زيت الخروع اي زيت كتعجبكم وغادي تزيدوا الديكاباج غادي نوريكم الديكاباج اللي غادي تحتاجوه الديكاباج اللي غادي نحتاجوه هو هذا ديكاباج 40% البنات هذا هو ها كيفاش كيجي انا ما شريتش هذه القرعه هذه كامله خديتها من عند واحد مول الماكياج وعطاني النص ديالها بالنسبه للبنات اللي الوجده غادي نخلي لكم لاباج ديالو هنايا تقدروا تاخذوه من عنده غادي نزيد الزيوت اللي بغيت وغادي نزيد هاد الكيسان الصغار من هذا فهمتوا غادي نزيد هاد الزيت هادي ديال سي اش بيوتي غنخلي لكم لاباج ديالهم حتى هما هنايا نزيد غير واحد شويه غادي نزيد البنات حتى زيت الخروع هادي هي البنات ميلونج ديال الزيوت من بعد ما كتخلطوا هادشي كما قلت لكم غادي تزيدوا ديكاباج 40% البنات هاد الكاس صغير ما عرفتش اش كيبان هنا كبير في الكاميرا ولكن كاس صغير ما غاديش نعمرو كامل ومن بعد البنات غادي تحركوا مزيان نتوما البنات هاد الوصفه هادي ما ديروهاش في البيت ديروها في الدوش هكا باش ما تخلطوش الدعوه حيت هنا دايرين فيها الخرقوم وراكم عارفين الخرقوم كيشد في الحوايج ولبست هاد التريكو هذا عندي مقاس شويه بجافيل فماشي مشكل الا قاستو هاد الوصفه هادي كما قلت لكم غادي نخلي لكم هنا الوصفه شعركم خصو يكون مسخ ما يكونش نقي وخصكم تلبسوا هاد العجب هذا حيت هذاك الديكاباج شويه قاصح على اليدين خاصكم ضروري تلبسوهم ايوا اختين نبدا الوصفه ديالنا كفرقوا شعركم غادي تبداو من التحت للفوق يعني ماشي للجذور الاطراف من الاطراف للجذور وغادي تابليكيوها غير بيديكم الا كانت عندكم البراش ديروا بها اللي بغيتو نتوما واللي كترتاحوا فيه حاجه اخرى البنات ما ديروش هاد الجهه هادي عاد تفوتوا لهاد الجهه عرفتوا راسي راه مضحكني بهاد لي كويات هادو ما ديروش هاد الجهه هادي وعاد دوزوا لهادي لا بحال مثلا فرقوا هكا وديروا هاد الجهه وديروا هاد الجهه وعاوتاني فوتوا لهادي فوتوا لهادي فهمتوا خاصكم تكونوا فهمتوا حيت راه كنفهمكم مزيان المهم دابا نبداو الوصفه ديالنا بعد هاد ما خلطتها كولات البنات اللي شعرهم طويل يضعفوا الكميات وما يضعفوش لوكسيدون
يعني الاكسجين ما يضعفوش. والبنات راه درت غير الاكسجين 40%، ما درتش هذيك الساشيه ديال حيت هذيك الساشيه البنات كتخرج على الشهر الشهر. اوكي المهم دابا نبداو بلا ما نكثر الهضره. المهم البنات جيت كنضحك عارفه. دابا كما قلت لكم فرقنا هاد جوج جوي هادو بحال هكا. فاش كتفوتي لوطو قدام داركم ليكم غادي نبدا من التحت للفوق. علاش؟ حيت الصباغه كتشد لينا في لي غاسين وما كتشدش لينا في هاد لا لونغور ديال الشعر. فكما قلت لكم غادي نبداو من هنا وعاد نفوتو للفوق. نمشي نجيب فوطه ونرجع ليكم. ها علاش كنت عاكزه نحط لكم الوصفه؟ عرفتوا راه غير على هاد الروينه هادي ديالها. يا ويلي 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 كنطيش الدعوه البنات. ما يمكنش كيرضيش الدعوه. عشق قفات الحدود وديروا بحال هكا البنات باش تدخل لكم الوصفه مزيان لشعركم. شوفوا البنات التريكو كيولع. علاش قلت لكم لبسوا شي حاجه ما كتحتاجوهاش؟ صافي البنات غادي ندوز للجهه الاخرى وغادي تبقاو بحال هكا. غادي نكمل ونرجع لكم. ناري على حاله راه ما يمكنش. عرفتوا واحد شي حاله هنا البنات قست الوصفه واحد شويه بيدي ويدي راه تحكني. المهم دابا البنات حيت هذاك الاكسيدون قاصح شويه على لابو. المهم دابا البنات غادي نمشي نحيد هذا الشيء نجمع هاد الروينه وصافي. غادي نتسنى واحد ساعه ونص جوج سوايع بحال هكا ومن بعد نغسل شعري ونولي نوري لكم الريزولطا. وما تنساوش البنات حتى حجبانكم. المهم خليوه في حجبانكم واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق وحيدوه غير باش هكا البنات اللي شعرهم كحل ما يبقاش هذاك الفرق ما بين الشعر والحواجب حيت داكشي كيجي يخلع. المهم البنات نمشي نغسل يديا نجمع شعري ونجمع هاد الحاله هادي. نتمنى انها تعجبكم كتعطي واحد اللون زوين للشعر. كما قلت لكم البنات اللي شعرهم ناشف اولا اللي شعرهم مصبوغ دجا بالكحل ما غاديش تصلح لكم هاد الوصفه هادي نهائيا. والبنات اللي غيجربوا الوصفه ما ينساوش انهم يكتبوا لينا الاراء ديالهم في لي كومونتير هكا باش نستافدوا كاملين. وخليوا لي لاجام ديالكم وما ينساوش انكم تدخلوا انستغرام ديالي نخلي لكم هنايا. كنبغيكم بزاف. باي باي.